السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بناخد الدرس الخامس من الوحدة الأولى للصف السادس العام Graph Ratio Tables. اليوم الطالب بيتعلم أنه يرسم الراتيو تيبلز على المستوى الإحداثي، معناته بنرسم وبنحل إذا كان شيء نواقص عندنا أو تكملة في هذا الجدول، وبنفسر الرسمة تفسير الخاص فيها. إذا هدفنا اليوم to graph and solving ratio tables. The coordinate plane is a plane of two perpendicular lines, the x-axis and the y-axis. إحنا عندنا ال coordinate plane، هذا نسميه إحنا coordinate plane بالعربي المستوى الإحداثي. يتكون من محورين، ال x-axis وال y axis، كلهم يبدون من نقطة وحدة. هاي النقطة نسميها الأوريجن، بالعربي نسميها نقطة الأصل. Here the location of a point may be graphed. The x-axis is a horizontal line. The y-axis is a vertical line. The point at which the x-axis and the y-axis intersect on the coordinate plane is known as the origin. This is the إذن هني عرفنا أن هذه الأوريجن، هذا الـ x-axis، هذا الـ y-axis. الرسمة كاملة هذه احنا نسميها الـ coordinate plan. The point at which both the x and the y have a value of zero. Two values whose order matters are referred to as an ordered pair. In graphing, the two النقاط إذا عيناهن على المستوى الإحداثي نسميهن الأوردرد بير. أوردرد معناته مرتبة، الزوج المرتب. أوكي، هذا الزوج المرتب أو الأوردرد بير لازم يكون يبدأ بنفس الترتيب، الإكس أول شيء بعدين الواي، طبعا من اليسار. Two coordinates are represented as X and Y, and they are used to plot the location of a point on the coordinate plane. الx والy يحددن موقع النقطة بالنسبة للمستوى الإحداثي. فمثلا هذه النقطة الـ ordered pair لها عند الx 1 وعند الy 4. إذا كيف أكتبها؟ 1 and 4. On this graph you can see the points such as 1, 4, 5, 8. هذه 5 8، عند ال x فيها 5، عند ال y فيها 8. الترتيب جدا مهم، لازم نبدأ بال x بعدين ال y. And 9 6. Now let's start graphing the ordered pairs in the given table that shows the cost y in dirhams for x kilograms of potatoes. هذا الجدول ال x حق ال weight اللي هو الوزن، والواي حق الكوست اللي هو السعر للبطاط. فمثلا اذا ما اشترى شيء فما بيدفع شيء، اذا كان 1 كيلو مثلا فبيدفع 2 درهم، 2 كيلو 3 4 درهم، 3 كيلو 6 درهم، وهكذا. Let's mark the origin. اوكي، في الكوردينيت بلان الاكس دائما هو الخط الأفقي اللي هني، وعنوانه الويت على حسب العنوان اللي هني، والواي أكسس اسمه الكوست اللي هو بالدرهم. أوكي، والنقطة هذه اللي في النص احنا نسميها الأوريجين بوينت، وعبارة عن زيرو أند زيرو. بنحاول نعين النقاط على الكوردينيت بلان. الحين نطالع 1 و 2. عندهم هم طريقة وأنا عندي طريقة أسهل أحسها للطالبة. إحنا نطالع الـ X axis، الرقم هذا موجود على الـ X axis. وين الـ 1؟ على الـ X axis، هذا هو. من عند الـ 1 بنطلع حتى نوصل للنمبر 2 ونوقف. إذا من عند الـ X axis نطلع بس الخط مستقيم للأعلى ونوقف وين نوصل، مثلا عند الـ 2 نوقف.
نشوف احنا كيف بيرسمونها. To find this coordinate, we begin with the first number listed, the x value. From 0, we count to the right one spot, since our x value is 1. والبداية من الزيرو. بما أن الـ x1 معناه تتحرك من الزيرو حتى وصل للـ 1. ومن عند الـ 1 بيطلع عند 2 units. بيطلع 2 units حتى يوصل للـ 2. هذه طريقة أخرى للرسم. From this spot, we count up 2 spots since our y value is 2. This is the place where we will mark 1, 2. Okay. هذا هو مكان النقطة 1 and 2. إذا ممكن نوصف اتجاهها 1 unit to the right then 2 units to up. إذا لليمين خطوة واحدة وللأعلى خطوتين. The third pair of coordinates is 2, 4. الحين طالعوا 2 و 4. ال 2 موجودة في ال x إذا بروح أدور على ال 2 في ال x هذه. من عندها بطلع إلى الأعلى حتى أواجه النمبر 4 فبوقف هني. بطريقتهم هم يبدون من الأوريجن بيروحون ناحية اليمين 2 units بعدين بيروح للأعلى 4 units. The x coordinate is 2. From 0 we count to the right 2 spots. The y coordinate is 4. We count up 4 spots. This is the place where we will mark 2, 4. The fourth pair of coordinates is 3, 6. The x coordinate is 3. From 0, we count to the right 3 spots. The y coordinate is 6. We count up 6 spots. This is the place where we will mark 3, 6. Follow the same strategy to plot the points of coordinates 4, 8 and 5, 10. Can you describe the pattern in... Okay, نوصف الباترن. Can you describe the pattern on the graph? Each point is 1 unit to the right and 3 units up. أو each point is 1 unit to the right and 2 units up from the other point. ولا each point is 2 unit to the right and 2 units up from the other point. Each point is 1 unit to the right and 1 unit up from the other point. احنا يوم بنمشي ناحية اليمين خطوة. اوكي. النقطة الاولى وبعدين راحت خطوتين فوق. من المكان اللي وقفنا فيه بتروح الثانية خطوة لليمين لان من عند التو خطوة اذا رحنا من عند الون الى التو خطوة. وبعدين كانت عند التو والتو ارتبطت بالفور اذا خطوتين للاعلى. إذا كل وحدة بناء على الثانية فبيكون عندي each point is 1 unit to the right and 2 units up from the other point. يعني من النقطة هذه تروح يمين وتروح ثنتين للأعلى. أوكي. And in the graph, the point. نطالع هني. هذه النقطة الأولى مثلاً. النقطة الثانية عشان تروح راحت للخطوة لليمين خطوة من الأولى وبعدين راحت خطوتين نفس الشيء لليمين خطوة بعدين خطوتين لليمين خطوة بعدين خطوتين وللأعلى وهكذا. إذا كل وحدة بناء على اللي قبلها تروح لليمين خطوة وللأعلى خطوتين. It's appear on a line. Each point is 1 unit to the right and 2 units up from the other point. So the cost increases by 2 dirhams for every addition. إذن هني إحنا لازم نوصف. The cost increased. الكوست شو يصير فيه؟ يزيد. يزيد كم؟ 2 درهم. كل مرة يزيد 2. ومرة كان عند الكوست كان 0 صار 2 صار 4 صار 6. إذا هذا يزيد العدد. يزيد بمقدار كم؟ 2 for every 1 kilogram. هني يزيد كم؟ 1 1 1. إذا هني the cost. إذا ممكن أذكر الوصف بهاي الطريقة. The cost increased
by what? 2 درهمز for every هني كم زادت؟ 1 for every 1 كيلو جرام of potato. هذا اللي هو الوصف. إذا مطلوب منا نرسم وأيضا نوصف الرسمة. Additional kilogram of potatoes. You've got it now. Let's move on to the next part of today's lesson. يقولنا plot the point on the coordinate plan. لازم نعين النقاط. هذه في الإكس وهذه في الواي. أنا أقدر أكتب النقطة الأولى عبارة عن 0 و 0. النقطة الأولى هذه 0 و 0. أوكي، هذه يسمونها الأوريجن بوينت. وين مكانها بيكون؟ هني. هذه هي النقطة السوداء. دائما تعودا نستكتبين البوينت الدال أو الكوردينيت أو الأوردر بير الدال البوينت اللي أنت رسمتيها. أوكي، النقطة الثانية عندي الـ 1 و 2. شوفوا الترتيب، عندي 1 هذه في الاكس و 2 في الواي. هذا لازم نمشي بهذا الترتيب، اكس عندي 1 والواي عندي 2. اذا 1 and 2 من عند ال 1 بطلع طالعوا كيف طريقتي، ادور على ال 1 وين؟ في الاكس، وبعدين بطلع منها حتى اوصل لهذه القيمه. من عند ال 1 ببدا اطلع حتى اوصل للنمبر 2. هذه هي النقطه الثانيه اللي هي 1 و 2. اذا ممكن انا اكتب على الرسمه هني 1 2. اوكي، النقطه الثالثه عندي 2 و 4. نفس الشيء اقدر اكتبه هني على طرف، عندي 2 و 4. أوكي، كيف برسمها على الكوردينيت؟ لا، أوكي، 2 من عند 2 بنطلع في الإكس، هذه وين موجودة؟ في الإكس. إذن من عند 2 في الإكس بطلع إلى الأعلى حتى أوصل للفور. هذه هي 2 and 4. أقدر أكتب order pair. شو اسم الأرقام اللي أحطهن؟ اسمهن order pair. أوكي، هذه النقطة الثالثة. نشوف النقطة الرابعة اللي هي 3 و 6. طالعوا الترتيب، بديت بالثري اللي في الإكس وبعدين 6. إذا من عند الثري بطلع حتى أوصل النمبر 6. أقدر أكتب الأوردر بير 3 و 6. هذه البوينت. نشوف اللي بعدها 4 و 8. طالعوا يا سادس، هني من عند الفور أكتبها أول كتابة عشان ما نلخبط. هني بكتبها 4 و 8. الترتيب جدا مهم، 4 بعدين 8، هذه في الاكس هذه في الواي. اطالع الفور ومن عند الفور بطلع الى الاعلى، لا اروح لا يمين ولا يسار حتى اوصل لهاي النقطة. هذه احسها افضل طريقة للطالب انه يعين النقاط ما يلخبط. 4 and 8. وبعدين 5 and 10. الحين الفايف من عند الفايف بنروح للتن، من عند الفايف هذه بنروح حتى نوصل إلى التن. هذه التن، لو تلاحظون النقاط كونوا لي خط مستقيم. لو وصلت بينهم لازم يطلع بصورة خط مستقيم. إذا ما طلع بصورة خط مستقيم معناته رسمتنا مو صحيحة، لأن الريشيو هاي علاقة ثابتة. أوكي، فبيكون عند الفايف وبعدين 10.
ونكون بهذا تعلمنا كيف نرسم الاوردر بير على الكوردينيت بلان. هذه النقاط نسميهم اوردر بير، والرسمه كامله نسميها كوردينيت بلان. نطالع هني، قلنا ياسر ريد ان ا كار ماجازين about the speed of some cars. He made a table to show the data. Choose the correct graph. أي رسمة هي الصحيحة؟ معناته أنا بسوي مثل ما سويت في التمرين السابق. نطالع من عند الون، هذه X وهذه Y. Time مع Distance. كوني الأوردر بيرز اللي هي الون مع الناين. وين الرسمة اللي فيها الون ارتبطت بالناين؟ نشوف هذه، هل من عند الون ارتفع إلى وصل إلى أن يوصل عند الناين؟ لا طبعا، وصل إلى الفور. إذن هذا الرسمة غير صحيحة، أو غير صحيحة نحطها هنا. نشوف الرسمة الثانية، طبعا في الألف بيحط لكم أربع اختيارات، فهني أنا لأن المكان ما يكفي ما حطيت بس اختيارين. نشوف هنا الون مع الناين، من عند الون ارتبطت بالناين، هذه البوينت صحيحة. التو مع الايتين، من عند التو طلعت الى الايتين، هذه ايضا صحيحة. لازم تركزين على كل النقاط. الثري الى التوينتي سبن ايضا صحيحة، والفور الى الثيرتي سكس ايضا هذه صحيحة. معناته هذه هي الرسمة الصحيحة. في هذا التمرين يقولنا label the points، احنا مو بنسوي label، we will write the order pair. Okay. This point. أول شيء في الترتيب لازم الطالبة تعرفه أن لازم نكتب الأوردر بير بهاي الطريقة. هذه للX وهذه للY. في الX قابل أي رقم؟ On the X axis. Which number? One. On the Y axis. Which number? Four. الترتيب جدا مهم، هني X وهني Y. إذا هني شو بسوي؟ ال X عندي 1 وال Y عندي 4. أوكي، نشوف النقطة الثانية بنفس الطريقة، نطالع هني تقابل أي قيمة؟ لو كملت هني قابلت أي قيمة؟ التو، وهني الأيت. إذن هني أول شيء X بعدين Y، لازم تسوين هاي الطريقة، أول شيء X بعدين Y. أوكي، بنكتب الأوردر بير. عندي في الاكس عندي 2، في الواي عندي 8. اوكي، نشوف النقطه اللي بعدها. عند الاكس مباشره كم؟ 3. وعند الواي مباشره كم؟ 12. هني 3 وبعدين 12. في شيء لازم ننتبه له، ان number of brothers increased by what؟ number of brothers on the x axis، هذا عدد الاخوان، زين، فيزيد بمقدار كم؟ 1. increased by or increases by 1، increases by 1. اوكي، okay. number of toys cars، toy cars، عدد السيارات اللعبة تزيد كم؟ المرة الأولى 4، بعدين 8، بعدين 12، كل مرة زادت كم؟ 4. إذا هني the number of toys toy cars increases by 4، زادت 4. and the number of brothers increases by 1. أوكي، نشوف معدل الارتفاع عندنا. نطالع هذا التمرين نفس الطريقة بالضبط، نحدد البوينت ونكتب الأوردر بير لها. النقطة هذه اللي موجودة عندي الأولى
اللي عليها الليبل اللي موجود. بنحط الناتج الاوردر بير هني، شو بتكون عند الاكس كم؟ number of days عندنا 2، دايما نبدأ بالاكس. وعند الواي لو نوصل خط هني، لو وصلتي خط look يوصل الى 12، اذا 2 and 12. اوكي نشوف النقطة الثانية، في الاكس عند اي رقم؟ عند 2 ايضا. وفي الواي عند اي رقم؟ عند 20. اذا هني شو اقدر اكتب؟ 2 and 20. طبعا هني لازم نلاحظ بعض الاشياء. اذا هني النمبر اوف دايز increases by 1. لو تلاحظون ان هني كان عند ال 1 نقاط، بعدين زادا عند ال 2، زادا عند ال 3. احنا الحين بنتكلم عن النقطة اللي باللون الازرق، عندي نوعين من النقاط. النقاط اللي باللون الازرق الكومباني بي اللي باللون الازرق the number of days increases by 1 okay. And the number of rooms painted نطالع الأولى 6 بعدين قفز إلى 12 بعدين قفز إلى 18 بعدين قفز إلى 28. يعني كل مرة يزيد كم؟ ها 6 كيف صارت 12؟ 12 كيف صارت 18؟ إن هني increases by 6 number the 6 room painted. إذا هني كل مرة يزيد 6. نشوف الثانية the number of days، طبعا هني النقطة نقطة حمراء عند ال 1 ونقطة حمراء عند ال 2 ونقطة حمراء عند ال 3. إذا كل مرة الأيام يزيدن 1. the number of days increases by 1. بس نشوف هني number of rooms painted، نشوف كانت 10 في الواي صارت 20 صارت 30 صارت 40 increases by what 10. صار إذا number of rooms painted increases by 10. واضح؟ إذا هني هذا الشيء لازم تعرفه الطالبة. في الx نشوف increases by what and الy increases by what okay. And في شيء مهم لازم نعرفه، which line is steeper. steeper معناته أشد ارتفاعا وحدة. إذا company A is steeper. steeper معناته أكثر ارتفاعا وحدة. إذا هالشيئين لازم تعرفهم. نشوف مثال آخر، نطالع هذا التمرين نفس الفكرة اللي أنا شرحتها قبل شوي. يقولنا فريدة uses 5 beads for every necklace she makes. describe the pattern. describe معناتها نوصف، وصف الشكل. هذا ال x axis for necklace and ال y axis for beads. نشوف النقاط، ال necklace increased by what كل مرة؟ تلقين نقطة عند ال 1، نقطة عند ال 2، نقطة عند ال 3. إذا increases by 1 okay. بالنسبة للbeads بنكون نقطة عند الفايف ونقطة عند التن ونقطة مقابلة للفيفتين. إذا كل مرة تزيد كم؟ 5. إذا النقاط يزيدن، بالنسبة للنيكلس يزيد 1 and بالنسبة للبيتز يزيد عندي 5. إذا هني this graph shows the number of beads increases by يعني زادت increases by what البيتز. هذا هو البيتز. عند النقاط يزيد بكم؟ لاحظوا في البيتز عند النقطة الأولى عند الفايف، النقطة الثانية عند التن، كل مرة زاد كم؟ من هني لهني add 5. إذا increases by 5 okay as the number of necklaces increase by what
طالعوا هني عند ال 1، هني عند ال 2. كل مرة كل رقم يزيد عن الثاني بمقدار كم؟ بمقدار 1. إذا هني increases by 1. إذا هذا هو الوصف. بناء على هذا البنت بإمكانها تحل البارت الأول من هذا الدرس. نشوف هني اللي هو number 17، وكون غطينا هذه الفكرة. أوكي، الحين بنشوف البارت الثاني. نورا sees that bananas are 6 درهم each. She wants to buy 4 bananas. She makes a table to show the data. One banana, الكوست عندنا 6. الأوردر بير 1 and 6. أوكي، البنانة الوحدة 6. الحين لازم نكمل الجدول. We must complete this table. فنطالع ال 1 كيف صارت 6؟ هذا أمس تعلمنا، بما أن العدد كان صغير وكبر، إذا multiply by 6. أوكي، here 2 bananas والكوست multiply also by 6 will be 12. Here we must put 12. Okay. The ordered pair يطلع لي هني كم؟ The ordered pair بيطلع لي 2 في ال x مع 12 في ال y. Okay. نشوف العدد اللي بعده. 3. شو بسوي بقى؟ also multiply by 6. okay 3 multiply by 6 give us 18. the ordered pair is 3 and 18. the 4 multiply by 6 عطانا 24. the ordered pair will be the x اول شيء 4 وبعدين الواي اللي هو 24. فقط تكملت الجدول. شما uses 5 beads for every necklace she makes. 5 beads for every necklace she makes. Okay. Use the graph to find the missing value. She needs how many beads to make 7 necklaces. إذا هني أنا لازم أكون معلومة أن الون نيكلس تقدر مقابلها تسوي 5. أوكي، إذا A أقدر أكتبها هني كتابة. عندي A شو طلعت؟ 1 في ال X and طالعوا ال A 1 في ال X و 5 في ال Y. اوكي، نشوف الثانية البي. نطالع 2 في الاكس صارت 10. اذا 2 صارت 10. لازم نكتب على النوت بوك عشان نعرف كيف نحل. 3 اللي هي سي شو طلعت؟ 3 مع ال 15. اوكي، الإكس أكسس فور نيكلس، إذا نعرف أن البارت الأول للنيكلس والثاني فور بيتز. أوكي، الحين السؤال how many beads she will make or she needs to make 7 necklaces. هني عندنا عارفين قيمة أن هذا النيكلس، إذا هني 7 معناته how many beads. الترتيب جدا مهم، هذا للنكلس وهذا للبيتز. نطالع العلاقة. كيف صارت ال 1 5؟
كيف صارت الـ 2 10 كيف صارت الـ 3 15 وإذا نفس العلاقة بتمشي على الـ 7 كم بيكون كيف صارت الـ 1 5 multiply by 5 here also multiply by 5 here also multiply by 5 And here also multiply by 5. 7 multiply by 5 شو يعطيني 35. معناته ان هني she needs 35 beads to make 7 necklaces. اذا انا سويت كتبت الاوردر بير لاحظت العلاقة من بينهم. ال1 فيها 5 beads the 2 necklaces عندنا 10 beads the 3 necklaces عندنا 15 beads وهكذا the graph shows هذا سؤال ثاني the graph shows the amount of money علي will save المبلغ اللي يقدر يحفظه او يخزنه علي use the graph to estimate عشان تتوقعين The amount of money that Ali will save in 5 days. بنمشي بنفس الطريقة مثل ما أنا سويت في التمرين السابق. بكتب الـ points. الـ ordered pair. الـ A عندي عبارة عن شو؟ مش واضحة عندكم لكن أنا واضحة عندي. 2 ومع أنا بخليها شوي أكبر. 240. هاي البوينت الأولى من البوينت الثانية كاتب لي إياها الـ A الـ B صارت 3 مع 360 النقطة الثالثة اللي هي C 4 مع 480 اوكي الاكس اكسس فور وات فور دايز اذا هني حق الداي والواي اكسس فور اماونت اوف ماني اذا هني داي وهني الاي دي اللي هو الماني السؤال هني اللي هو الكويستشن نطالع هني Use the graph to estimate amount the amount of money that Ali will save in 5 days. وين بحط ال 5؟ بحطها هني تحت ال day. إذا بحطها هني تحت ال day. بفتح brackets. هني 5 days. He will save in 5 days. He will save how much? I will put the question mark here. اوكي نطالع العلاقه الحين بينهم وبناء عليها بنكمل الحل لان هاي العلاقه لازم تكون ثابته ال1 كيف صارت 240 ال3 كيف صارت 360 الحين نطالع ال2 كيف صارت 240 كيف صارت الـ 240 بما أن العدد زاد معناته هني multiply multiply by what أول شيء نطلع الزيرو برا 2 كيف صارت 24 multiply by 12 إذن 120 check the next one 3 كيف صارت 36 معناته multiply by 12 وبضيف عليها الزيرو لأن عندي زيرو برا اوكي الفور كيف صارت 48 ايضا multiply by 120 because we have zero outside اوكي it's mean 5 we must multiply it by 120 and the answer will be 5 multiply by 120 equal 600 اذا النتيجه هني بتطلع لي 600
600. It's mean here, in 5 days, he will save 600 dirham. إذن ممكن أكتب هني كتابة. In 5 days, he will save 600 dirhams. إذن الإجابة 600. نشوف هذا السؤال. هذا السؤال الأخير من البارت الثاني، وبناء عليه الطالبة بإمكانها تحل بقية الأسئلة في ألف. This graph shows the cost of parking in a city car park. The missing ordered pair on the graph is، يعني معناته لازم هني نعرف الordered pair اللي عندي. ننتبه هني، الordered pair اللي عندي الناقصة عند الإكس، وكم عند الواي؟ في الإكس عندنا 3، في الواي عندنا 18. إذن أقدر أكتبها الإكس في البداية 3 and 18. أوكي، عرفنا الأوردر بير الأول. This mean that to park 4 you must pay. It's mean that to park 4. How many number or what is how many hours؟ معناته يقولنا that's mean، معنى هذا أن إذا يبى يوقف الباركن 3 ساعات هو سوف يدفع 18 درهم. ممكن هني نكتب 3 hours على حسب الاختيار أو الكلمة اللي تطلع لكم. He will pay 18 درهم. نكون بهذا خلصنا الجزء الثاني من هذا الدرس. في هذا التمرين نطالع هذا الجزء الأخير البارت الثالث. سالم and علي are mixing paint. The graph shows the amount of green paint mixed with the amount of white paint. يعني كمية الصبغ اللي الأخضر مع الصبغ الأبيض. أوكي. سالم اللي باللون الأحمر النقاط، وعلي اللي باللون الأزرق. ونسالم جراف إن ريد. أوكي، الريشيو هني كيف بتكون؟ أنا الحين بعلمكم كيف نكتب الريشيو. الريشيو دائما هي عبارة عن الواي تو إكس. هي عبارة عن شو؟ الواي تو إكس in the simplest form تو إكس. أوكي، هذا هو حق سالم اللي هي النقطة الأولى. هذا للإكس، أصغره شوي، وهذا للواي الناين. كم عندنا الواي؟ الواي عندي 9 في أبسط صورة طبعا، لأن الدينومينيتر عندنا بيكون 1، فبيكون هني عندنا 9 2 بنفس الترتيب 9 في الواي 2 1 في الإكس. إذن هذه هي الراتيو اللي تخص سالم. الحين أريد الراتيو اللي تخص شو يسمونه علي. نفس الشيء، الراتيو اللي تخص علي أيضا y to x، معناته عندي في الواي هني كم؟ 4، وعندي في الإكس هني 1. إذن 4 2 1. أوكي، الحين من مجرد الرسمة نطالع الرسمة. يقولنا this mean graph is steeper. شو يعني steeper؟ الأكثر حدة وارتفاعا، يكون منحدر أكثر. فأي واحدة أكثر حدة وارتفاعا اللي هي حق من؟ حق سالم. إذن سالم's graph، إذن نكتب هني سالم's graph is steeper، لأن الريشيو حق سالم أكبر من الريشيو حق علي. لو يعني هذا السؤال، كيف أعرف الريشيو؟ دائما الريشيو تكون تعرفينه وأسهلت من النقطة الأولى اللي هي عند نمبر 1، معناته 9 over 1
or 921 وهني 421، لكن إذا الثنتين هذيلا مش موجودات شو بنسوي؟ بناخذ إن البوينت هذه 822 وبنخليها in the simplest form a divided by 2 وhere divided by 2 will be 421. نفس الشيء لو خذيت هذه هني 12 وهني 3 أسوي لها simplify divide by 3 divide by 3 in both side يعطينا هني 421. لو تلاحظون كلهم بيطلعن 421، نفس الشيء هذا كلهم بيطلعن 921. إذا أي نقطة خذيتيها مو مشكلة، لكن إذا كان غير الون فيها لازم شو تسوين؟ simplify. نطالع هذا التمرين، يقولنا هني there are two gems near Latifa's house. Each gem offers a number of free fitness classes each month to its members. This graph shows the data for the gem and the blue gem, green gem and blue gem. البلو أظني هذا لأن أنا مغمقة الصورة عشان توضح، هذا البلو وهذا الجرين أتوقع. أوكي. The ratio of classes to the month of green gem. الراتيو حق الجرين، إذا كان هذا الجرين أظني هذا الجرين. أوكي. فشو بيكون الراتيو؟ 5 to 1. If this one is the green, it will be 5 to 1. كيف أكتبها؟ 5 to 1. أوكي. هذا بيكون الجرين. 5 to 1. إذا أقدر أكتبها كتابة. من وين جبتها؟ من النقطة الأولى، هذه النقطة. بما أن فيها 1 إذا هي جاهزة. الجرين هذا معناته هني الراتيو شو بتكون؟ 5 to 1. For the green gem, 5 to 1. Okay. نشوف الثانية. The ratio of classes month of the blue gem. Blue gem. نطالع البلو جيم. هذا البلو. شو بتكون؟ 9 to 1. إذا هني شو أكتب؟ 9 to 1. Both sets of points are in a straight line. والمفروض يكون straight line. But the line for which gem is steeper? حق الجرين ولا البلو؟ إذا هني بيكون بما أن البلو هو المرتفع أكثر، إذا هذا البلو جيم. أوكي. فننتبه هني من البوينت الأولى بإمكاني أعرف الراتيو. إذا فيها 1 معناته بسهولة وجاهزة عندي، لكن إذا مش موجودة عندي فباخذ هذه وببسطها إلى أبسط صورة، لازم يكون هذا الإكس 1. نطالع التمرين، يقولنا a car park has different chains for different days. The red graph represent the charge at the weekend. إذا اللون الأحمر الباركنات في الويكند. And the blue graph represent the charge on weekday. في أيام الأسبوع العادية. Okay. Which graph is steeper? طبعا steeper اللي هو باللون الأحمر واضح أنه steeper. What is the ratio of the steeper graph? إذن اللي باللون الأحمر هو الستيبر، واضح من الرسمة أكثر انحدارا. وشو هي الراتيو؟ الراتيو معناتها باخذ النقطة الأولى اللي فيها الون، نطالع هني حق اللي باللون الأحمر الراتيو شو بتكون؟ ال y to x معناتها 10 to 1. وهني which graph is steeper؟ الستيبر أكثر انحدارا، إذا ممكن نكتب red graph. وين الإجابة الصحيحة؟ The red graph is steeper. هل هذا الراتيو صحيحة؟ لا. The red graph is steeper وهذه الراتيو هي الصحيحة. إذا الإجابة الصحيحة هذه هي. ونكون إحنا بهذه الفكرة خلصنا الدرس، ودمتم بود.